بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم طلاب معهد الاسكندرية العالي للاعلام مادة تاريخ الصحافة المصرية الفرقة الثانية قسم صحافة. النهاردة ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن نهضة صحفية شهدتها مصر في عهد الخديوي اسماعيل. شهد عصر الخديوي اسماعيل، هو الخديوي اسماعيل مسك الحكم من سنة 1863 لحد 1879. طيب، شهد عصر الخديوي اسماعيل بما لا يدع مجالا للشك نهضة صحفية واضحة، واذا كان على عكس سلفه عباس الاول وسعيد فقد اهتم الرجل بالصحافة اهتماما ملحوظا، ومن ذلك انه استعاد صحيفة الوقائع المصرية من عبد الرحمن رشدي بيك الذي اهديت له المطبعة، وكان يصدر الصحيفة لحسابه خلال الفترة من فبراير 1863 إلى نوفمبر 1865 تحت اسم روزنامة وقايع مصرية، وقايع مصرية وليست وقائع، حيث صدر العدد الأول من الوقائع المصرية في أيام إسماعيل في يوم السبت 25 نوفمبر سنة 1865. ومن جهتها أخذت الجريدة على نفسها عهدا من التحسين والتجديد والابتكار، ثم أخذت الصحف الرسمية المملوكة للحكومة في الظهور الواحدة تلو الأخرى، فصدرت الجريدة العسكرية المصرية في غرة جماد الثاني 1282 الموافق سبتمبر 1865، وكانت شهرية تصدر بمدينة القاهرة مجانا عن ديوان الجهادية بعناية حضرة إسماعيل باشا خديوي مصر، كما صدرت في نفس العام 1865 مجلة يعسوب الطب على نفقة الحكومة المصرية، ويشرف عليها محمد علي باشا الحكيم رئيس الأطباء بمصر وإبراهيم الدسوقي، وكان شعارها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكانت تطبع بمطبعة القلعة، وهي تعد أولى الصحف الطبية في المنطقة. والجدير بالذكر هنا هو أن يعصوب الطب قد عرفت قلم أول كاتبة صحفية في مصر والمنطقة العربية، فقد كتبت فيها المولدة جليلة طمرهان خريجة مدرسة المولدات عدة مقالات عن صحة الحامل مع تقديم إرشادات صحية وتربوية لتنشئة الطفل بطرق سليمة. ويشهد العام 1870 صدور مجلة روضة المدارس المصرية، وهي مجلة نصف شهرية أصدرتها الحكومة المصرية بالقاهرة تحت إشراف رفاعة الطهطاوي وابنه علي فهمي بيك رفاعة وعناية علي باشا مبارك، وكانت مجلة علمية أدبية، وهي تعد أول صحيفة مصرية تعني أو تعتني بالعلوم والأدب، ومن ثم فهي تعتبر أما لجميع المجلات أما لجميع المجلات العربية في هذا الميدان. وفي 15 جماد أول الموافق 1290 ميلادياً هجريا آسف 10 يوليو 1873 ميلاديا تصدر بالقاهرة جريدة أرقان حرب الجيش المصري، صحيفة شهرية تطبع بمطبعة وادي النيل المصرية الكائنة بباب الشعرية، يعني الموجودة بباب الشعرية في القاهرة، وقد أصدرتها هيئة أركان الحرب بديوان الجهادية، وكان نوري بيك قائما مقام ناظرا لتحريرها. وكانت تلك الصحيفة تعني أو تعتني بنشر فصول عن وقائع الجيش المصري في بلاد الشام والجزيرة العربية وغيرها. هكذا ازدهرت الصحافة الرسمية في مصر بعد سنوات من الضعف والانهيار. ولعلنا نتفق هنا مع أنور عبد الملك حين يرى أن عصر إسماعيل هو العصر الذهبي الثاني بعد عصر محمد علي للصحافة الرسمية المصرية، بل وبصورة عامة للصحافة بمختلف أشكالها. فالواقع
أنه كانت هناك ثمة مجموعة من العوامل التي ساهمت بنصيب وافر في تطور الصحافة الرسمية في عصر إسماعيل، وكان منها اقتناع إسماعيل بدور الصحافة في تحقيق أهدافه، واستخدام الصحافة في الرد على هجوم الصحف الأجنبية، واتساع الجهاز الإداري للدولة، ونمو الجيش، وزيادة أعداد المتعلمين. إلا أنه ومع استفحال الأزمة الاقتصادية في أواخر عصر إسماعيل، فقد توقفت الصحف الرسمية عن الصدور باستثناء الوقائع المصرية، حيث قبضت الحكومة يدها عن العطاء لهذه الصحف، وقل توزيع انتشار الصحف الرسمية مع انتشار الصحف الأهلية التي اهتمت بمعارضة الحكومة، ذلك أن الرأي العام لم يعد يستصيغ الصحف ذات الاتجاهات الرسمية. يعني عصر الخديوي إسماعيل اللي هو من سنة 1863 لحد 1879 اهتم إسماعيل بالصحافة اهتمام كبير جدا، اهتمام كان ان هو كان مقتنع بدور الصحافة عشان تحقق أهدافه. اهتم كمان الدليل على كده ان هو استعاد مطبعة بولاء والوقائع المصرية من عبد الرحمن رشدي بيك اللي هو مدير الوبرات البحرية اللي كانت بالبحر الأحمر. غير كده كمان اقتناع إسماعيل بدور الصحافة في تحقيق أهدافه إن كان بيستخدم الصحافة في الرد على هجوم الصحف الأجنبية. غير كده كمان كان إسماعيل كان بيهتم، كان عايز يشوف مصر قطعة من أوروبا زي جده، عشان كده كان بيهتم باتساع الجهاز الإداري للدولة. وغير كده كمان عايز يعيد تسليح الجيش المصري، وعايز لما يعيد تسليح الجيش المصري عايز يبقى فيه نمو للجيش المصري، زيادة أعداده والأسلحة اللي موجودة والناس اللي بتخش الجيش يكونوا متعلمين. غير كده كمان إن زيادة أعداد المتعلمين، لما يزداد أعداد المتعلمين هتفرق كتير جدا في تحقيق حلم إسماعيل إن هو يخلي مصر قطعة من أوروبا. فبدأ ينشئ صحف كتير، وبدأ استعاد الوقائع المصرية، وبدأ ينشئ صحف كتير خاصة بالجيش، الجريدة العسكرية أو جريدة أركان الحرب الجيش المصري، أركان حرب الجيش المصري، وبعد كده صحيفة يعسوب الطب وهي أولى الصحف الطبية المتخصصة في المنطقة. يعني اهتم إسماعيل اهتمام شديد جدا بالصحافة، بس للأسف الشديد في آخر أيام إسماعيل استفحلت الأزمة الاقتصادية في أواخر عصره، وبعد كده توقفت الصحف وتوقفت الوقائع المصرية، وبعد كده للأسف الشديد إن إسماعيل يعني اتداين، وبقت تدهورت الحالة السياسية والاقتصادية، حتى كمان تدهورت حالة الصحافة. هنعرف قبل ما تدهورت حالة الصحافة، كان الفترة دي كانت نهضة مصر عصرها الذهبي، كان ده في عصر الخديوي إسماعيل. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية عن الصحف الأهلية، عن ميلاد الصحف الأهلية. بكده نكون خلصنا محاضرتنا النهاردة، وأشكركم وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.